ناصر ناصر وتم الدفع بأحمد حمدين على دكة البدلاء. ادي كورة مرة تانية عند الشحات، تقدم الشحات وعمل ترقيصة وبياخد ركل جزاء. ركل الجزاء في الدقيقة الثامنة بفرمان من محمد معروف في اطلالته العشرة، حسب من قبل خمس ركلات جزاء فيما بين اثنين من لاعبي نادي الاتحاد، ياخد ركلة جزاء علشان تبقى ركلة الجزاء رقم 104 في بطولة الدوري المصري الممتاز. ادي الشحات وادي المهارات وادي الحلويات وادي اندفاع اللاعب محمد فارس اللي بيلعب النهاردة مباراته رقم 7 في المصري الممتاز. هو اللي واخد الكرة وهو اللي هيسدد ركلة الجزاء في مواجهة على بعد 11 متر مع المهدي سليمان. هنشوف الحوار الثنائي الميني ماتش علي معلول والمهدي سليمان. هنشوف تركيز كبير من علي معلول ملك الحلول وصاحب 7 تمريرات حاسمة حتى الآن. داخل علي معلول، داخل علي معلول، جول 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 من بدري بدري. الاهلي بيجري وبيسعى نحو اللقب، فرحة اولى وسعادة اولى. ادي البداية وادي الحكاية، مهارات حسين الشحات وركل الجزاء ثم ترجمة مثالية، ترجمة حقيقية من الزهرة التونسية. علي معلول واجيب منين زيك يا علي، بالفعل بمثالية شديدة جدا جدا. علي معلول يتقدم أصدقائي للنادي الأهلي بهدف في الدقيقة العاشرة علشان يفتتح اللقاء ويقترب خطوة وخطوة نحو اللقب رقم 43 الدوري في المباراة رقم 285. خلاص بنقترب من نهاية الرواية، رواية الدوري المصري الممتاز. كرة للأمام مرة تانية بيرسيتاو، انفراد انفراد وجول جول 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 كهربا وجمال كهربا. وآدي الحكاية وآدي الرأسة وآدي الفرحة، الأولى أهلي والتانية بيندهلي والتالتة الدوري رايح الجزيرة. يقعد جنب الأميرة محمود كهربا يشغل الطيار ويدوس على الزرار. الأهداف، تاني أهداف النادي الأهلي بعد مرور 3 دقايق فقط، لكن الحكاية بدأها الضغط الحلو من فخري. آدي الحكاية وآدي تاو حطها له على طبق من ألماس، ودي ما ترجعش يا جدعان علشان محمود كهربا يضيء الطريق للمارد الأحمر نحو اللقب رقم 43. ويضيف محمود كهربا أصدقائي الهدف الشخصي رقم 6 لمحمود كهربا في لقاء رقم 11. 2 لا شيء وحزن وغضب شديد من زور